بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد أغرق الله فرعون وجنوده، غرقوا أمام أنظار موسى وقومه بني إسرائيل اللي خرجوا من البحر سالمين بتيسير الله تعالى الحي القيوم القهار. وده بعد ما أمر المولى سبحانه وتعالى عبده موسى إنه يضرب البحر بعصاه، ففتح بأمر الله تعالى لهم طريقا في البحر يبسا، ومر قوم موسى في ذلك الطريق الجاف تماما، يمشون فوق رماله اليابسة، حتى إنه لم تبتل أقدامهم ولا نعالهم. آيات كبيرة واضحات لبني إسرائيل شاهدوها وعاشوها بأنفسهم. والحق إنه الآيات البينات تزيد المؤمنين إيمانا مع إيمانهم. تلك الزيادة في الإيمان إنما تكون لأصحاب الإيمان الراسخ الصادق. لكن للأسف بني إسرائيل بعد كل هذه الآيات النيرات الواضحات البينات لم يكن الإيمان ولا حقيقة الإيمان خالطت قلوب بني إسرائيل، لم تخالط قلوبهم حقيقة الإيمان حقا وصدقا. فبعد ما نجاهم رب العالمين من عدوهم وجاوزوا البحر، عدوه بقدرة الله العظيم، مروا في طريقهم بعد ما خرجوا، أول ما عبروا، أول ما طلعوا، عند أول مبدأ النجاة عدوا بقى، مروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام الله. ففاجأ قوم موسى نبيهم موسى بما لم يتوقعه سيدنا موسى أبدا، فقالوا له كما قص علينا القرآن الكريم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كما لهم آلهة؟
يعني انتوا عايزين اله زي ما دول قاعدين على شويه حجاره بيعبدوه، وانتوا المفترض انكم اهل توحيد. اول ما ربنا منجيكم ومطلعكم وشفتوا عدوكم قدام عينيكم يهلك امامكم، ومريتوا بايه عجيبه من الايات العجائب، طالعين تقولوا لسيدنا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، وكان هم مبتورين الصله بانوار التوحيد. غلبت عليهم طبيعتهم الماديه، جحدوا وكفروا، وأقدمهم لم يعني تنظف بعد من رمل البحر. تعجب من ذلك، تعجب إن الآيات اللي مر بيها يعني بنو إسرائيل ما كانتش بعيدة، وليس أعجب مما رأى بنو إسرائيل من آية انفلاق البحر، آية انفلاق البحر، وإنه يضرب ليهم يمتد أو يمتد ليهم طريق في قلب البحر يبس. لو لما يعدوا كمان ما فيش نقطة مية، ما فيش قطرة مية، لا لمست نعالهم ولا أقدامهم ولا أشياؤهم، فضرب لهم الطريق في داخل البحر كأنه بيبسط ليهم يعدوا آية عظيمة. وبعد كده يطلبوا من نبيهم موسى هذا الطلب القبيح الذي سألوه، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كهكذا قالوا لنبيهم موسى وهم لسه معديين. لذا رد عليهم سيدنا موسى عليه السلام رد عنيف، كل لوم وغضب وعجب. طبعا قال إنكم قوم تجهلون، بيقول لقومه بني إسرائيل، قال إنكم قوم تجهلون. طبعا يجهلون. شوف وصف القرآن الكريم للي حصل للمشهد ده، لترى العجب من بني إسرائيل كما نرى العجب منهم في كل وقت وحين. ترى العجب من بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام ونبيهم هارون عليه السلام، أمة ربنا أرسل لها سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام. ده سيدنا موسى هو اللي طلب من رب العالمين انه يرسل معه طلب النبوة لأخيه هارون، انه يبعته معاه لأنه عارف قومه، يعلم طبيعة بني إسرائيل. قال الله تعالى واصفا مشهد الجحود، وشوف رشاقة الكلمة القرآنية، الحرف القرآن في تصوير اللي حصل منهم. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، شوف فأتوا دي، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فسيدنا موسى رد قال لهم قال إنكم قوم تجهلون، رماهم بالجهل. شوف القرآن هنا أو بيرسم القرآن الكريم هذا المشهد من خلال هذه الآية الكريمة اللي بتصوروا لينا كأنه مشهد حي تراه أو نراه أمام أعيننا، ليظهر النص الكريم مدى ظلم بني إسرائيل وفجرهم وتكذبهم بنبيهم موسى عليه السلام. الله تعالى يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، يعني هم يدوبك عدوا كده، بسط ليهم الطريق، انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، بقوا جبلي ثلج وبقى ده طريق قدامهم يعدوا. لما عدوا ربنا بيقول فأتوا، يعني ما فيش وقت بين انهم عدوا البحر او انهم جاوزوا، ما فيش وقت بين انهم جاوزوا البحر وانقذهم رب العالمين وبين سرعة كفرهم. تظهر ده ايه؟ ايه اللي اداني السرعه دي؟ عرفتها منين؟ بيظهرها فاء السرعه. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا، على طول فاتوا على ايه؟ على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. فاديتك الفاء هنا، شوف اللفظه القرانيه، الفاء هنا بتدي السرعه، يعني ما فيش وقت بعد ما عبروا على طول قابلوا، او اول ما كانت فتنه افتتنوا، أول ما قابلوا أناسا يعكفون
بيسجدوا لشوية أصنام وبيعبدوها، أول ما شافوهم كده فحلو المنظر في عينيهم فقالوا لنبيهم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الفاء دي فاء السرعة، زي مثلا ما تقول جاء محمد فأحمد، يعني على طول أحمد جه ورا محمد، غير ما تقول جاء محمد ثم أحمد، ثم فيها تراخي، يعني جه أحمد بس بعد شوية. فلما يجي يقول لك فأتوا على قوم، يعني ما لحقوش حتى يمشوا كتير، مروا على ناس بيسجدوا الأصنام وبيعبدوها من دون الله، قالوا له قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف كانوا في إيه وداخلين يعملوا إيه، عشان صدق الله وكذب موسى. عجب منهم نبي الله موسى، عجب نبي الله موسى من قسوة قلوبهم وجهلهم بربهم وانعدام بصيرة هؤلاء، لأن طلبهم ده بيدل على كده، لا يدل إلا على ذلك. وقال لهم معنفا إنكم قوم تجهلون، رماهم وقذفهم بالجهل وبخهم نبيهم موسى وبكتهم على سرعة الفتنة اللي وقعوا فيها وشدة الجحود. هم مين اللي كان معاكم؟ مين اللي أهلك عدوكم؟ مين اللي فلق لكم البحر فكان كل فرق كالطود العظيم؟ مين اللي ترك الطريق لكم تعبروه بمنتهى الأمن والأمان، أنتم وأولادكم نساء ورجالا وكل أشياءكم وكل الأشياء اللي جيتوا بيها من مصر، وخلاكم تعدوا ده عشان تسألوا نبيكم موسى هذا السؤال القبيح؟ عشان كده بدأ سيدنا موسى يذكرهم بنعمة الله عليهم العظمى، وهي إنقاذهم من فرعون وبطش فرعون وعبرهم البحر بمعجزة ساقها الله تعالى على يد نبيه موسى عليه السلام، وهلك فرعون وجنود فرعون وهم ينظرون إلى كل تلك الأحداث بعينيهم مش بعينين حد تاني. يعني مش حصلت الأحداث وبعدين اتحكت لهم، ده كانوا عايشينها وكانوا شايفينها، أحداث مشاهدة عاينوها ورأوها، وربنا سبحانه وتعالى امتن الله بها على بني إسرائيل على النعم اللي ادها لهم، لكن كانوا أهل جحود. وإذ فرقنا بكم البحر، والخطاب هنا لمين؟ لبني إسرائيل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وانتم بتعملوا إيه ساعتها وأنتم تنظرون؟ يعني آية عشتوها وشفتوها ما اتحكتش ليكم. عشان كده أنكر عليهم نبيهم موسى طلبهم الجاهل الجاحد، وقال لهم قال أغير الله أبغيكم إلها، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. إزاي يعني أبحث عن إله آخر غير المولى سبحانه وتعالى اللي فضلكم على عالم زمانكم بإنه أرسل لكم أنبياء كرام، ومش رسول ده اتنين يعلموكم ويستنقذوكم ويوجهوكم إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة، ويستنقذوكم كمان من بطش فرعون، لأن سيدنا موسى وسيدنا هارون ما هو بعث لما راحوا كان من ضمن المهام الأساسية استنقاذ بني إسرائيل من بطش فرعون، كان ما يعني محدد إقامتهم وبيستعملهم وبيستخدمهم هنا في مصر. بعث سيدنا موسى وسيدنا هارون إلى فرعون إنا رسول رب فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه، كل ده لم تشكروه وتروحوا تقولوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكان رد سيدنا موسى واضح، قال لهم أنتم أهل جهل، وقال لهم قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، يعني ربنا فضلكم على زمانكم ساعتها لما اختاركم وبعت لكم بدل الرسول اتنين، وبعد كده هتبقى أمة لها كتاب. كل ده جحدت به بنو إسرائيل. فسلام الله على سيدنا موسى وسلام الله على سيدنا هارون، لقد واجه صعابا كثيرة عتيدة متنوعة عنيفة عجيبة، صادفوا كل ذلك مع بني إسرائيل. وصدق الله تعالى القائل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
في الصدور. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بسادة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أن ومشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. وسريعا ننوه إلى صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا، وإحنا بنستقبل أسئلة حضراتكم على الصفحة، بنجاوب على الأسئلة من خلال الشاشة. بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنستقبل أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربعاء من كل أسبوع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. وناخد بقى معانا أول سؤال يا ست أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ كل عام حضرتك بخير. وحضرتك بألف خير، سنة سعيدة مباركة. ربنا يبارك فيك يا رب. اللهم أمين أجمعين. تفضلي. كنت عايز أسأل حضرتك، أنا بيجيلي البيت مدرسة مسيحية يعني تدي عيالي. أيوة. فأنا كنت عايز أعرف هل دي فيها حرمانية أو لأ؟ لأن أنا عيالي من حرمانية إن هي بتدرس لأولادك في البيت؟ بتيجي البيت هنا. إيه الحرمانية في الموضوع؟ ما هو عشان انا عيالي من ساعتها وهم دماغهم مدووشه قوي بيها، وهي بتعبد ايه، هي ايه اللي بيحصل، هي ده شيء طبيعي على ايديها. ده شيء طبيعي، الاطفال بيبقوا بيتساءلوا هذه الاسئله. بقى انا الدور علينا بقى احنا وعليها، على لكن نعود الاطفال على ان كل انسان يحترم عقيده الاخر. ايوه، ما انا قلت لهم كده. بس قد ايه اعمارهم؟ قد ايه اعمارهم؟ 11 سنه و8 سنين. شيء طبيعي، كلنا في السن ده كنا بنمر وبالذات بقى لو الانسان متعلق بالمدرسه او المدرس، يعني بالذات في السن الصغيره دي، الانسان بتكتر معاه الاسئله دي، طفل في الوقت ده. طيب انت بتسالي على السؤال ده، هجاوبك برضو. سؤالك الثاني. طيب يا ست ام محمد، ست ام احمد. الو. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله يا ست ام احمد. انا بحاول اكلمك بقالي كتير بس مش عارفه اوصل لك. معلش، انت عارفه بيبقى في ضغط على التليفون، اللي بيحاول يكلمنا وبيلاقي التليفون مشغول وقت كتير يبعت على الصفحه، احنا بناخد الارقام برضه بنتصل بيكم. ربنا يبارك لهم يا رب. آمين. ردوا عليا. امين. بصي، بس مشكله كبيره. وانا من ساعتها في حياتي واصلا انا فكرت افتح كتير، انا مش لاقيه حل. طب بس بالراحه واحكي لي كده بالراحه. بصي، انا اهل جوزي يعني انا علاقتي بيهم مش كويسه، انا كلهم قطعهم تماما، ربنا يصلح حالي وحالهم. بس انا اللي كانت فعلا كويسه معايا وعلاقتي بيها كويسه قوي كانت عمته، هي اللي مربياه وهو كان عايش عندها، هو يعني يعتبر ابنها. انا على طول كنت عندها، كانوا يتصلوا بيا وهم متعلقين بابني، وتعالي وبيتي عندنا ممكن نقعد بالاسبوع ونمشي وناكل ونشرب، بقالنا سنين عايشين كده. وما شفتش منهم حاجه وحشه، هم الحمد لله مقتدرين ماليين، وانا الحمد لله يعني انا مش محتاجه، انا بشتغل وليا دخل ثابت والحمد لله مش محتاجه اي حاجه. ايه اللي حصل عشان الوقت بس؟ اللي حصل ان انا فوجئت ان هي في مبلغ كبير اتسرق من عندها. بتقول لي ده انا في فلوس اتسرقت مني، وانا مش عارفه، هي الاول تقول لي انا مش عارفه راحت فين. قلت لها طب فكري، قالت لي هو خدها مني، جوزي خدها مني للشغل ونسى. قلت لها طب فكري او دوري عليهم كده. زوجها هي اللي هو زوج عمة زوجك. قالت لي مش عارفه. بعد كده فوجئت ان هي بتكلم جوزي في التليفون، بتقول له انا كلمت شيخ وبعت له صور الناس كلها اللي في البيت، وطلع صوره مراتك من الصور كلها، وقال لي دي اللي خدت فتحت الخزنه وخدت الفلوس. طبعا جوزي ما قاليش اي حاجه، اخذ بعضه ونزل من البيت. راح لها قال لها انت تصدقي ان مراتي تعمل كده؟ قالت له مش عارفه، بس النفس اماره بالسوء. قال لها النفس اماره بالسوء، بس انا مراتي راكبه عربيه بنص مليون جنيه وبتشتغل، وانت طول عمرك عارفاها، ومفاتيح بيتك كانت معايا لوحدي، لو عايزه ياخد كنت خدت في وقت تاني. اشمعنى هياخد؟ طيب فين الوقت؟ دلوقتي هما متهمينك، او هي العمه متهماكي الاتهام ده؟ وانا خدتهم بعد كده انا اما اعرف انتهى الامر الى ايه؟ رحت لها قلت لها
انا ما عملتش كده وحلفت على المصحف ان انا ما عملتش كده، وجوزها قال لي خلاص طالما انت بتقولي ما عملتيش واحنا مش عارفين، انا هجيب شيخ تاني وكمان اسبوع وجاي لي من المنصوره ويقول مين اللي هيجيب منجمين ويقول لك انا اجيب شيخ. يعني ما كانش حد غلب بقى، كل واحد يجيب حرامي سرق نقول له ده فلان سرق ونقعد ما ينفعش اقول له ده منجم ودجال عشان هيبقى الامر يعني فهماني ان انا لا انت رافضه ليه. قلت له خلاص تمام. طيب أنا عشان الوقت يا ام احمد انتهى الامر الى ايه؟ بعد كده روحت البيت دخلت المستشفى 3 ايام، كنت منتظره بقى ميعاد الشيخ كمان اسبوع واروح. وجات هنا تليفون من حد من قرايبها قال لي ان الفلوس لقوها، انت عامله في نفسك كده ليه؟ كنت قبل ما الشيخ يروح بيوم يعني انا كان بقالي اسبوع حالتي كنت والله. طيب السؤال يا ام احمد انا كده مش هلحق اجاوب ولا هاخد، قولي لي السؤال. ايوه هي دلوقتي لقيت الفلوس. خلاص السؤال انا عايزه السؤال. السؤال يا ست ام قالت له لا. قالت لك ايه؟ قالت له لا ما لقيتش حاجه. قال لها ما هو احنا عرفنا ان هي جت بعد كده جوزها قال انا لقيت الفلوس بس خلاص اللي خد خد واللي رجع رجع. قلت لها لا انت زي ما اتهمتيني اتبرئيني. هي دلوقتي هي عرفت ان حد من عندها اللي واخدها. وزعلانه مني ان انا قلت مثلا ان بنتها اللي خدتهم بس هي ما طلعتش بنتها هو طلع حد تاني. المهم زعلانه مني وجوزي يقول لها طب انت كده برئيني، تقول له لا انا ما اعرفش مين اللي خدهم وانا حياتي انا عايزه اتطلق. السؤال انا عايزه اتطلق دلوقتي انا وجوزي. لا تتطلقي ايه؟ انت في مخك في حاجه ولا ايه؟ تتطلقي ايه؟ انت ناس ظلموكي هتدخلي جوزك في الموضوع وتطلبي الطلاق؟ لا فكري عدل مش كده. ايه اللي اروح اتطلق عشان عمته هي اللي اتهمت؟ ماله هو المسكين ده ذنبه ايه في الموضوع؟ شكرا يا ام احمد. اهدي كده ولما نبتدي نجاوب ان شاء الله تسمعينا كده وانت هادي. ست ام كريمه السلام عليكم. ام كريم معذره ام كريم. يا ست ام كريم ناخد ياسمين تحاول معانا تاني. ست ام كريم يا ياسمين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اول سؤال معلش عايز اسال ايه؟ اول سؤال لو مثلا واحده حماتها عندها بدايه زهايمر وبتنسى فهي بتدس فلوس ما بتصرفش في البيت، فهي لو حد خد منها يعني من غير ما هي تعرف خد منها مثلا 100 200 عشان يعمل بيهم ايه؟ مصاريف في البيت. المصاريف في البيت ليها يعني ولا بيصرف على نفسه هو؟ لا مش على نفسه يعني هي واولادها وحماتها بس في البيت، فهي مثلا ساعات يعني اللي عندها زهايمر دي حماتها موجوده؟ هي الحامل اللي عندها زهايمر. ومثلا معاها حد في الناس البيت اللي معاها في البيت دول زوار ولا عايشين معاها؟ لا عايشين معاها يعني مرات ابنها عايشه معاها. عايشه معاها في نفس الشقه ولا في البيت؟ نفس الشقه. بس فساعات يعني الفلوس تخلص معاها فبتروح. طب وفين ابنها؟ بيسافر. طب وابنها ايه قال لها؟ قال لمراته ايه مثلا؟ ما حدش يعرف هي يا مراتي يعني هي بتاخد هي بس بتعرف ما حدش يعرف. لا يعني هي لو هي مريضه بالزهايمر وهي المفترض ان في حد بقى من العيله عارفين ان هي مريضه بهذا المرض عندها قدر من النسيان، يبقى اكيد الزوج قال لمراته قبل ما يسافر انا هبعت لك مصاريف، او انتم متعودين ان هي بتصرف عليكم، او انتم بتصرفوا على نفسكم وهي بتصرف على نفسها. ايه النظام اصلا؟ ولما تعرف ان عندها ده انتم بتعملوا ايه؟ يعني ايه النظام اللي ما بينكم اصلا؟ هو النظام ان هو زوجي بيصرف، هو ساعات فلوس بيبعت فلوس في البيت فلوس في البيت بتخلص، او ساعات ان هي ايه هي مرات ابنها ساعات بتعاند يعني هي مش زهايمر كامل هو بده هي بس حاجات بتنسى وحاجات لا. فهي ساعات ايه. طب وهي مرات ابنها ليه تاخد من فلوسها طالما هي مش نسيان كامل؟ ده اولا. ثانيا انه زوجها بيبعت لها بيبعت لها ساعات الفلوس بتخلص ساعات ان هي ايه بتعاني هي او ما اعرفش ايه ان هي يعني ايه ان حماتها ما بتصرفش حاجه وان هي شايله مسؤوليه البيت. ده اول سؤال. طب وزوجها قال لها ايه؟ ما هو محدش يعرف هي محدش هي يعرف إيه؟ انها بتنسى
طب انا على اي اساس؟ مش محدش يعرف ان هي بتنسى، محدش يعرف ان مراتك مهما بتاخد، يعني هي واحده سالتني السؤال ده، لا ان هي بتنسى يعني ماشي، بس محدش يعرف انا ان هي فاهمه، بتنسى. انا فاهمه ان انا حرام والحلال. انا فاهمه ان واحده تسالك السؤال، بس انا بسال هي مرات ابنها بتاخد عشان هي بتنسى او انها بتعاند، تمام؟ ابنها ما يعرفش ان والدته كده شويه تنسى وشويه ما تنساش؟ لا كله يعرف، اولادها كلهم يعرفوا ان هي عندها بيت زهايمر وبتنسى، كله عارف ان هي عندها بيت زهايمر، طيب بس وهل محدش يعرف ان لكن مراتي الزوج ما بتنسى. يعرفش انها بتاخد؟ تمام. طب لو الزوج عرف ان الفلوس خلصت بيقول مثلا يعني، وهو ما يعرفش مراته بتعمل ايه، هل بيقولها خدي من والدتي ولا بيبعت زيادة؟ معرفش بصراحة. طيب انا هجاوبك على كل الاحوال قدر الطاقة. ماشي يا استاذ، قولي سؤالك التاني بس بسرعة. السؤال التاني، انه واحدة جوزها كان بيكلم يعني ان هو بيخونها وكده، بقولك بلاش السؤال ده عشان مش هينفع على الهواء. السؤال لا ازاي قوليلي اصلا قوليلي بالظبط؟ قوليلي السؤال من غير زيادات، وانا لو في حاجة هسألك اذا كان الشيء محرج ما يتقالش على هوا، لكن نقول السؤال وانا لو في شيء عايزة يعني استعلم عنه هسألك. لا مش قصدي، هو السؤال ان هي مش هينفع على الهوا، مش هينفع. طيب خلاص، ممكن تقولي لتسنيم، تقولي لتسنيم انت اللي قلتي عايزه تسالي سؤال تاني، هم قالوا لي عايز تسالي سؤال تاني، فممكن تبلغي لتسنيم وفي الفاصل اذا في وقت الحق اخده. طيب هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام، ومعانا الست ام محمد اللي كانت بتسال سؤال، بتقول ان بتجيب مدرسه مسيحيه البيت لاولادها، بتدرس للاولاد، وبتقول ان الولاد صغيرين 8 سنين 11 سنه بيبتدوا يسالوها عن دينها وايه العقيده بتاعتها، وانها قلقانه من هذا الامر. مش شايفه اي داعي، ما احنا كلنا لينا، زي ما المسلمين ليهم مدرسين مسيحيين، المسيحيين ليهم مدرسين مسلمين، واحنا كلنا مواطنين مصريين، والعبرة بالكفاءة وحسن التعليم، فإن كان كده فلا شيء في ذلك يعني. وأنا يعني مستعجبة السؤال صراحة، يعني صراحة متعجبة منه. أما شق إن ولادي بيسألوا ده ماشي أجاوبك عليه، إنما إن أنا مدرسة ولادي مسيحيين، كل مدرسينا مزيج من المسلمين والمسيحيين، إيه المشكلة؟ وبعدين أنا أعلم بقى ولادي احترام العقيدة والحرية في اختيارها، وإن دي من المبادئ المهمة اللي أكد عليها الإسلام، فأنا بوجه ولادي وبوعي ولادي، وبعدين أعلمهم سورة الكافرون، ولما أعلمهم سورة الكافرون أشهر يعني أشرح المعاني، بأن الكافر ده مش شتيمة، الكافر يعني المخالف لي في الاعتقاد. ربنا ختم السورة بأنه لكم دينكم ولي دين، يعني أنا أحترم معتقدهم، هم حرين في اختيارهم وأنا حر في اختياري، وعند الله يكون الحساب مش عندي أنا هنا. فلا ما ينفعش ان انا اعمل مدرستي اللي هي بتدين بدين غير ديني انه اعملها معامله وحشه، بل بالعكس، لان ربنا سبحانه وتعالى علمنا برضو كل الكلام ده تقوليه لهم، هم هيستعيبوا من الكلام ده مثلا بنسبه 50% 30%، وكل شويه بتعلمي وبتوجهي. وما نربيش ولادنا على التعصب، وما نربيهمش على العنصريه، نربيهم على معاني الراقيه اللي بيعلمها لنا الاسلام الحنيف. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر الكلمة ده اسم كده يعرف، اسمه الجامع لكل أنواع الخير. ربنا قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تكونوا أهل حق وعدل، إن الله يحب المقسطين. طالما الناس دي لا تعاديك ونحن لا نعاد، احنا مواطنين كلنا في بلد واحد، يحنو بعضنا على بعض وكلنا بنبقى مع بعض، فلازم الروح دي تكون موجودة، لازم ان احنا نساعد على انها تزداد، مش ان احنا نعمل اولا انا جايبة مدرسة معرفش كذا، وانه اصل انا خايف ليه؟ ربي اولادك على القيم الاسلامية الحنيفة، هتلاقيهم منضبطين ومعتدلين وخيرين مع جميع الناس، مفيش الحتة دي عنده، بيحترم كل انسان قدامه، اختياراته هو حر فيها، عند الله يكون الحساب مش عندنا احنا هنا، نسأل الله السلام.
الست ام احمد، يعني بصي بقى عشان انا ايه زعلت منك، يعني في سؤالك ليكي حق تزعلي من عمة زوجك انها يعني تفتري عليك الامر وتجيب ما تجيب مشايخ يقولوا لها مين اي كلام، كلام فاضي، نتهم الناس كده بالغيب ونرمي الناس بما لا يجوز. بس انا ملاحظه حاجه، الدخول الزياده في الناس وفي القرابه بيعمل مشاكل. دايما يبقى فيه يعني احترام للخصوصيات، حتى لو الناس دي بتجيبنا وتقول لنا تعالوا اقعدوا عندنا، ما اقولش اقعد عندهم بالايام واحنا قاعدين نايمين اكلين شاربين عندهم. انا ما بقولش الناس ما تبقاش مع بعض، بس عاده الحاجات دي بتعمل مشاكل، فيبقى الانسان عاقل مش طول النهار الليل قاعد عندهم وتديني مفتاح البيت وناخده ولا تامني ولا تديني مفتاح البيت، هي مسؤوله عن حاجاتها. ليه انا اتحمل يحصل حاجه زي كده فتحصل مشكله كبيره زي دي؟ العقل زينه للإنسان، فمن الأول معاها ومع غيرها ومع كل الناس الحلوين قبل الوحشين يبقى في الحدود الشوية دي، بتخلي إن كل واحد إيه عارف حدوده فما يتعداش حدوده معايا. وأنا النهاردة لما أجي أتهم إنسان بارتكاب شيء، الأمر في مثل هذه الأمور بيخضع للبينات والدلائل، مش مشايخ، إيه مش مشايخ طبعا، دول دجالين ولا يعتمد على شيء من ذلك. ولو كان هو ده شيخ بمعنى كلمة شيخ، يعني ما درجت عليه هذه اللفظة في مجتمعنا، هيبقى عارف إنه البينة على من ادعى. فين بقى؟ فين الدليل اللي هي بتقول عليه إن أنت خدتي؟ جابت واحد ينجم تقولك أنت خدتي؟ فأنا شايفة إنك تتجنبي هؤلاء الناس، مش بقطع، مش أقاطع، ولا هو يقطع عمته ولا حاجة. وتبطلي انت بقى خلط بين الملفات، لان مفيش علاقه لزوجك عشان هي عمته هتطلبه، اصل المساله واقفه. انا شايفه ان انت مزوده الموضوع اكبر من اللازم، وطالما احنا ناس مستورين فمش محتاجين نروح نقعد عند حد حتى لو كانوا قرابه، وجوزك ملوش اي علاقه بالموضوع ده. ولا تهدم البيوت لهذا السبب، وما تسعيش لخراب بيتك وتهدي البيت علشان الكلام الفاضي ده، وعشان احنا اصلا بنتصرف تصرفات محتاجه تتراجع. نفكر حتى لو مين انا هروح اقعد عنده، في حدود، عشان ما فيش حد يتعدى حدوده عليا، يعني يتعدى حدوده معايا في طريقه التعامل، تضيع منه حاجه فيجي يتهمني، تحصل مشكله فيقول انت السبب، ولا يقول بصيت لي، ولا يقول حسدتني. الحدود حلوه مش وحشه، والشرع جعل اداب الاستئذان عشان نحافظ على الحدود دي، نود بعض جميل، وبرضو نحافظ على خصوصيات بعض. ليه؟ لأنها بتقلل المشاكل. ليه؟ لأن إحنا بشر، وعشان إحنا بشر نظن ونشك، والشيطان قاعد بقى بيلعب ويوسوس ويعمل. فكده أنت استهدي بالله زوجك، موضوع الطلاق ده أنت هتبقي بتظلميه وهتقعي في ظلم وهتتعاقبي عليه. الزواج آية من آيات الله، لا تهد بمثل هذه التصرفات. لما يحصل شيء أنا أصبر وأشوف إزاي أخرج من الموقف اللي أنا فيه من غير ما هد، من غير ما هد، أستعن بالله الإيه العلي العظيم. ما عجبنيش كلامك أنا يا أم أحمد، معلش ياسمين. الواحد لازم يكون حقاني، إنما أخلط ده بده عشان دي عمته، وأنا مع أقباب جريرة عمته وأقول الموضوع واقف على طلاق. طب وذنبه إيه؟ ما هو راح دافع عنك وقال لهم إزاي أنت تظني فيها إنها سرقة وعمل. وقد يكون ليهم سلطان في العيلة شوية يتكلبوا عليه ولا حاجة، أو ما ناخده بجريرة هؤلاء بذنبهم، ده حق، ده عدل. ياسمين بتقول إن في واحدة حماتها عندها الزهايمر، وبتقول إنه هي قاعدة معاها في البيت هي وولادها، زوجها مسافر الخارج بيبعت فلوس عشان يصرفوا، بتقول هي ساعات بتاخد من وراها عشان تجيب حاجات في البيت. أنا عشان أعمل حاجة زي كده، يعني الإنسان لازم يكون أمين على مال الغير، دي قاعدة مطلقة. أمي، أختي، حماية، حماتي، زوجي، أخويا، أولادي، الإنسان يكون أمين على الأمانات اللي بين إيديه، فما ياخدش منها إلا بالمعروف. والمعروف يقول إيه؟ إن أنا راجع زوج، تراجع زوجها تقول له الوضع كذا وكذا، لما يخلص الأكل في البيت أو يخلص الدواء بتاع والدتك أنا أعمل إيه؟ آخد من اللي بتبعته ولا آخد من وراها ولا ما آخدش أصلا؟ لأن لو هي أنا الأمور كده دقيقة، لكن مش تاخدي وتصرفي على عيالك ويبقى عندك زوج بيأكلك ويشربك.
هو اللي موكول، هو المسؤول عن ده، هو اللي هيسأل عن ده، وأنا عشان أتحكم في حاجة والدته من غير ما أرجع له ده برضو كلام مش مظبوط. فأنا أرجع للزوج وأقول له هل يجوز لي إن أنا، هل أنت عايز مثلا الدواء بتاعها أنا أجيبه على حساب اللي أنت الفلوس اللي بتبعتها، ولا الفلوس اللي هي موجودة دي؟ بس هي ساعات بتمتنع، أنا أعمل إيه؟ تقومي تخليه هو يقول لك تعملي إيه، مش هروح أخد أنا الفلوس كده من وراها. لا، مش عشان هي بتنسى بعض الوقت وبتتذكر كثير من الوقت، أو ما ندي لنفسي رخصة إن أخد فلوسها من وراها. لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. أخيه دي مطلق، أخويا بقى في الإنسانية، أخويا في أي معنى الأخوة، الإنسانية مطلقة. ولازم نراجع طبيب لتحديد درجة النسيان، درجة المرض، وكتابة الدواء المطلوب، وده من باب الأخذ بالأسباب والحفاظ على أمانة إن حماتي معايا، أنا اللي باخد بالي منها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا بحق، بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، بأسرار ليس لها من دون الله كاشفة، بأنوار ليس لها من دون الله كاشفة، بعجائب قولك ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اجعل لهم نصرا وفرجا، اللهم اجعل لهم نصرا وفرجا، اللهم اجعل لهم نصرا وفرجا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.